اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمل مخلل الليفت. وصفه حماتي جميله جدا، زي مخلل الخيار اللي جربه هيبقى عارف. وان شاء الله هنعمل العيش الشامي بعجينه حلو حادق الفوريه، او عجينه 7 دقائق زي ما سميتوها. وهنعمل كمان الحواوشي بنفس العجينه ان شاء الله. وباذن الله هنعمل كيكه البرتقال بالليمون اللي عجبتكم جدا. لاول وصفه بقى، احنا معانا ليفت. ليفت طبعا موجود دلوقتي في كل حته بنلاقيه، فده الموسم بتاعه بنشتريه. ويعني انا مش بقشره عاده، بس هو صالح اتوصى وقشره. فاحنا المهم هيبقى عندنا تقريبا كيلو ليفت، حسب بقى زي ما بقول انا مش بقشره، بنقطعه بس انصاص او اربع، وللي يحب حسب اللون الليفت. يعني انا مثلا الليفت اللي كنت بجيبه او حماتي بتجيبه فيه لون روز، فمش بنحتاج ان احنا نحط معاه البنجر. اللي الليفت بتاعه ابيض كده ممكن يحط معاه بنجر عشان يديله لون روز. خلاص، يبقى كيلو ليفت عليه حته بنجر او واحده بنجر صغيره. وعليه بقى هقول لكم بقى المعيار، على كل 4 كوبايات ميه مغليه معلقه كبيره مليانه من الملح. خلاص، على كل 4 كوبايات، يعني ممكن كيلو ده ياخد اكتر من 4 كوبايات، ممكن ياخد اقل حسب، بس احنا بنعاير على كل 4 كوبايات ميه مغليه معلقه كبيره مليانه من الملح. في ناس بتعمله بملح اكتر، انا بقول لكم جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتدعوا لي لانها حلوه جدا جدا. انا بصوا لما حماتي بتبقى عازمانا مثلا وبتبقى حاطه بقى الليفت اللي هي عاملاه في البيت، بنقعد نقزقز فيه بجد لوحده، يعني ممنوع نتسلى عليه كده لوحده من كتر حلاوته. مش بيبقى ملحه عالي بقى، وبيبقى جميل جدا. خلاص، واحنا مش عايزين بقى حاجات بقى ترفع الضغط، يعني عايزين ناكل مخلل حلو يبقى ما بيرفعش الضغط. انا عملت اهو تقريبا 4 كوبايات، 4 كوبايات يعني 800 مللي، لان كل كوبايه ب 200. عليها بقى معلقه كبيره من الملح، بس سهل جدا. البرطمان يكون معقم اهو، معلقه كبيره من الملح. البرطمان نكون معقمينه طبعا علشان ما ايه، ما يعملش اي عفن، وبيعيش بقى بيعيش بالشهور ما بيحصلوش اي حاجه. بنعقم البرطمان ازاي؟ احنا طبعا يا اما اللي عنده ديش واشر بيدخله، لو ما كانش فيه يبقى ميه مغليه، وبعدين نحطه قلبينه، نكون مسخنين الفرن نطفيه وقلبينه حاطينه في الفرن على الصاجه، يبتدي ايه، بيبتدي ساعتها ان هو ينشف في الفرن ويطهر. وابتدي بقى احط، بس هو شكل البرطمان ده كبير شويه كويس عشان بعدين لما يتخلل نشوف عمل على الوش عفن ولا لا. ما بنغطيهوش بقى غير لما ايه يكون برد معانا عشان ما يعملش، ما يعرقش من جوه. بس ده كده الليفت البيتي. في ناس تانية بتبتدي اللي هو مثلا اللي هو بالجزر وال اللي بيبقى فيه كل حاجه، ده اللي احنا بنشتريه من بره، بيبتدوا يعملوا ايه، بيقلبوه كويس في ملح وبعدين يحطوه وبعدين يروحوا حاطين الميه السخنه. دي انا ايه، ما يعني ملحها كتير جدا، بس كده نصب اهو واحده واحده وخلاص. كده مش هيكفي معايا ميه، هنعمل نفس القصه تاني، هبتدي تاني احط ميه 4 كوبايات وعليهم معلقه كبيره من الملح وكمل. خلاص، احنا نطلع دلوقتي الفاصل على ما انا اعمل القصه دي، ونرجع نكمل مع بعض بقيه الوصفات ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. انا كنت بس بجهز عشان العجين نلحق نعمله، اكمل معاكم بقى الخطوه دي تبقى قدامنا. يبقى احنا عشان نعمل مخلل الليفت، على كل 4 كوبايات من الميه المغليه
معلقة مليانة من الملح عشان اكملها معاكم الخطوة دي. بنزل اهو لغاية ما اغطيها، بس هي طبعا هتطلع لي لفوق بس مش مشكلة، تقعد لها بقى لغاية ما ايه تستوي. طب نحاول نجيب اللفت اللي هو مش هغطيها دلوقتي، لازم الاول ايه تبرد معايا. عايزه اوريكم برضو سريعا اللي احنا عملناه، اللي هو مخلل الليمون المعصفر اهو. بصوا عملناه، كنا عاملينه من شهر، جميل جدا، ولا عامل عفن ولا اي حاجه خالص. طيب، وطبعا الخيار المخلل برضو لو كنتوا جربتوه جميل جدا جدا جدا، وبيقعد معانا حلو قوي. بس تملوا ده عشان شوفوا ايه بتقب لغايه فوق، فلازم تكون متغطيه كويس، فلازم نروح كبسينها كله لتحت، نملى البرطمان على اخره. طيب دلوقتي بقى انا عايزه ابتدي معاكم اعمل الحواوشي. هوريكم بس الاول هنحشيه ازاي، وبعدين هبتدي اعمل معاكم العجينه. احنا معانا دلوقتي عجينه حلو حادق الفورية، او عجينة السبع دقايق، او عجينة السبع مقادير، زي ما تحبوا سموها، هقول لكم عليها تاني. لكن نبتدي الاول نحشي ونعمل. خلاص انا باخد سواء علشان اعمل العيش الشامي اللي في الفرن، او عشان اعمل الحواوشي كورة كده، وببتدي بس اشكلها شكل كورة حلو قدامي. ببتدي بقى احط دقيق من تحت ومن فوق عشان اعرف افردها. ونبتدي نحشي، هوريكم بعد التليفون. معانا تليفون اميرة. الو يا اميرة. الو ايوه، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، اول مره اكلم حضرتك بس بحبك جدا. يا حبيبتي سلميلي، اهلا. على فكره انا خسيت 28 كيلو على 10 نصايح. ما شاء الله، اوعي تقفلي عشان ايه. ولاء موجود، انا ما سمعتش صوتها النهارده. هتكسي فاجئ. طيب والله، فخسيتيهم في قد ايه؟ من شهر 8 اللي فات. من شهر 8 اللي فات، ما شاء الله. حلو جدا جدا، ده كتير. على فكره كتير جداً. ما شاء الله. طيب الحمد لله. يعني اتفضلي. بس هديك سؤال بس بعد اذنك. هو انا ما عملتش صراحه خبز مشبع لسه، بس انا سمعت ان بذر الكتان بيأثر على الحمل والحاجات دي، ده صح فعلا ولا غلط؟ بصي، لا هو اي حاجه كتير مش كويس، بس هو المفروض لا الطبيعي لا ما بيأثرش، يعني فوائده حلوه جدا. لكن برضو لا ما بيأثرش سلبي على اي حاجة خالص، لكن برضو اسألي الطبيب اللي بتروحي له لو عنده اي اعتراض في حاجة، لكن الطبيعي لا ما ملوش اي اضرار، بالعكس فوائده حلوة جدا. طيب شكرا على المكالمة، وضروري ان شاء الله تكوني معنا في حلقة. دلوقتي بنفرد علشان نعمل منه عيش الشامي، طبعا مش للدايت ولا للعشر نصايح، ماشي؟ للناس اللي ايه، انا عندي متابعين مش بيعملوا دايت ومش يعني عايزين وصفات ويتبعوها، وانا بقدم برضو وصفات عادية. خلاص، يبقى ده مش للعشر نصايح ولا للدايت. بنفرد تمام، وبعدين بنبتدي نحشي. انا معايا خلطة جاهزة، هعمل معاكم الخلطة اللي هي دي ان شاء الله الحق اعملها قدامكم، هقول لكم عليها برضو، تنزل على الشاشة. خلطة اللحمة المفرومة اللي هي للحواوشي، ننزلها على الشاشة. بنفرد اتنين كده، هي نزلت خلاص، ننزلها تاني. طيب ببتدي بقى ان انا اروح حاشية في النص بالشكل ده، عشان انا مش مجهزة اي نسخة، هعمله قدامكم اهو، وهروح في النص واسيب دايما حز فاضي علشان اعرف ان انا ايه اقفل. بروح عامله كده قافله عليه، ثواني بس اشيل دول اهو، قافله عليه بالشكل ده، بضغط. وده انا بعلمه للاطفال اللي في سنه رابعه، وعملنا حلقه قبل كده في المدرسه مع
مع الطلبة وعملناه سوا، بيحبوه جدا خلاص، وينفع جدا تعملوه بعيش اسمر لو عايزين. ببتدي بقى ان انا باخد بصباع ببتدي اعمل كده بحيث انه يعمل لي الشكل اللي هو اللي في الطرف اللي بيبقى شكله جميل ده. عايزين تعملوه بالشوكة اعملوه بالشوكة. معانا ايرين. الو ايرين، انتي ازيك؟ اه عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انتي كمان قوي ايرين، افكركم اللي كانت معانا من يومين هنا وخست 15 كيلو ولسه هجيلك بقى لما يبقوا 30. مستنياكي مستنياكي ضروري. المهم عملت زي ما قلتي لي شرايح الخبز المشبعه، ارق شويه وارفع، طلعت هايله يا سالي. طب الحمد لله. مستنيه بفكر طول اليوم امبارح يا ترى ايه الماده المشبعه اللي سالي هتعملها. ايوه الاسبوع الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله بجرب. لا يا سالي يا رب يخليكي عشان نتابع. احنا مثلا بكره هنعملها خلاص. ما تقلقيش ان شاء الله انا هنوه. وعايزه اسال تاني، في صوص صيامي للسلطه يحلي السلطه شويه؟ لاني انا بعمل مستردة وعسل، فالمستردة فطاري، مفيش حاجه تانية تحلي السلطه شويه؟ الاعشاب بتبقى حلوه جدا. يعني اتفضلي. عايزه اسال عن الشاي بليمون، انا بستنى الشاي يبرد خالص ويهدى وخلاص هشرب اروح عصره ليمون. اه كده تمام؟ تمام. او تعملي نص يبقى نص سخن وتحطي عليه تبرديه وبعدين تحطي الايه؟ الليمون. لما تبرديه تحطي عليه الليمون بعدها. ماشي خلاص اوكي. شكرا يا حبيبتي نورتيلي المكالمه بجد، ميرسي الحلقه جدا جدا مكالمتك، ميرسي جدا. وعلى فكره ايرين سالتني المره اللي فاتت على مدام حنان، فينك يا مدام حنان؟ انت فين؟ ما بتكلمناش بقالك دلوقتي اسبوعين، داخلين على اسبوعين. يا رب تكوني بخير يا رب وتكلمينا. بس بقفله بالشكل ده خلاص زي ما احنا شايفين اهو، والمقادير تاني معانا على الهواء، وبقفل الاطراف زي ما احنا شفنا، زي ما تحبوا. عايزين تعملوها بالشوكه، عايزين تعملوها بالطريقه دي، زي ما تحبوا. انا عندي طلبه اللي في رابعه ابتدائي عرفوا يعملوها، وفي طلبه ما عرفوش فعادي، في قعدوا يبرموا بقى ويعملوا اشكال حلوه كده برضو، نخليهم يفننوا يعملوا اللي هم عايزينه. وداخلين بقى على كريسمس بقى، ونبتدي بقى البسكوت بقى في المدرسه بقى، والمطبخ عندي في المدرسة بقى الاقيه اتحجز بقى كل يوم، فصول تخش مع اهاليها بقى علشان يعملوا بقى بسكوتات كريسمس، تبقى لذيذة جدا. يعني انا دلوقتي المفروض النهاردة المفروض فصل ابني بيعملوا، انا مش عارفة اعمل معاه عشان مضطر اجيها، هو زعلان مني قوي يقولي انتي مش بتيجي معايا. قلت له جيت معاك السنة اللي فاتت، تقولي لا. بس كده دي كده خلاص ماشي. وده اللي هو الساده ده عشان هيبقى عيش شامي نفسه فرداه، بس ما نرفعهوش قوي زي ما احنا حاطينه كده. ببتدي بقى ببيضه، اللي عايز يرش عليه سمسم ممكن، بس يعني مش شرط نحط عليه السمسم، وابتدي افرده عليه. بس بندهنه بالشكل ده، طبعا انا مزنقه كله في بعض ما شاء الله يعني، فيا رب يدي فرصه ان هو يخمر حلو او ينفخ حلو في الفرن. ده عشان اللمعه، عشان يبقى شكلها حلو بعمل البيضه عليها كده، او صفار بيض بشويه لبن صغيرين. وندخل دي اول واحده على درجه حراره 200 تقريبا عشان هطلعها قدامكم. معانا رحاب. الو اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله. انا عندي اسئله كتير ليكي، بس يعني مبدئيا أيوة. انا لسه والده بقالي 6 شهور. ايوه. وزدت كتير جدا، وشفت حلقه قريب من كام يوم وحفزتني بشكل مش معقول. شوفي بس انا شفتك من فتره كده وكان أيوة. في مشكله بالنسبه لفصيله الدم او. ايوه. فانا فصيله دمي او، مش عارفه بقى هل فعلا المفروض الشوفان والقمح الكامل والحاجات دي كلها ما اكلهاش؟ طب اعمل ايه البديل؟ بصي انا عندي مشكله الفصيله الدم او دي برضو، وبس باكل شرايح الخبز، مش بتعملي مشكله كبيره زي لو باكل عيش. تمام.
يعني انا ابدا اعمل شرايح الخبز المشبعه بنفس الطريقه بتاعت حضرتك، مفيش مشكله. بالظبط، وانتظري بقى شرايح جديده اللي هسميها شرايح. انا مستنياها دي، انا امبارح مستنياها. لا انا بصراحه عامله معايا فرق بقالي يومين، بس ان شاء الله برضو لسه بجرب حاجات فيها جديده، فان شاء الله استنوني الاسبوع الجاي. قولي لي السؤال اللي بعده. بعد كده انا دلوقتي عشان بردع طبعا وهي نايمه بالليل، فبقوم الفجر دي ببقى حاسه ان انا عايزه اشرب حاجه، اكل حاجه. هل كوبايه مثلا لبن خالي الدسم ما فيهاش مشكله مثلا؟ لا ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله. طب في حاجه اخيره بقى، اتفضل. انا جوزي مثلا بيجي على بكتير على 7:30 8. ايوه، بيبقى ده ميعاد الغدا. هل انا بقى يعني عشان ابدا في الخسسان والكلام ده اسيب يعني اتغدى انا مثلا بدري شويه ولا اعمل لا إيه؟ ممكن تاكلي معاه بس ما تاكليش نشويات. يعني ممكن اكل بروتين مثلا والسلطه معاه، ولو في حاجه نشويات ممكن اخدها بدري قبل 5 مثلا. النشويات دايما قبل 5، قبل المغرب. طب انا يعني انا ممكن استغنى عن اي حاجه الا المكرونه. المكرونه دي ممكن اعملها ازاي؟ يعني هل الايدنت دي تبقى كفايه مثلا؟ الايدنت بتسويها نص سوا، وحاولي بقى معاها حاجات كتير، سلطه كتير، خضار كتير، يعني تبقى كميتها مش كبيره. تمام، دي مش بتعلي سكر الدم، بس برضو حاولي قبل المغرب. يبقى اوكي ماشي. لو انا قصدي على المكرونه ممكن اخدها مثلا قبل المغرب لو في معاه ولا حاجه، يبقى لوحديها يعني مفيش مشكله خالص. فرق كام ساعه مثلا ما بين ما بين دي وما بين دي؟ ما بين ايه بالظبط وما بين ايه؟ ما بين مثلا وجبه النشويات اللي انا هاخدها اللي هي مثلا المكرونه والبروتين. تقصدي لما تفرقي ما بين النشويات والبروتينات. النشويات بتاخد 4 ساعات، البروتينات بتاخد 6 ساعات. ياه. يعني مبدئيا كده ان شاء الله هبدا وهبقى اقول لك يعني. خلاص. خير ان شاء الله، مستنياكي ان شاء الله. شكرا على المكالمه. طيب انا عايزه اقول لكم سريعا الاول العجينه وبعدين نعمل الحشوه، لان دي عصاج عادي وسهل وبسيط جدا محطوط بس فيه عليه فلفل. فانا هبتدي الاول بعجينه حلو حادق وبعدين ايه اقول لكم على العصاج اللي احنا عملناه كحشوه للحواوشي. احنا معانا 7 مقادير لعجينه حلو حادق. خلاص 7 مقادير وبتاخد 7 دقايق. علشان نعمل الوصفه نعملها ازاي؟ موضوع بسيط جدا. مبدئيا هننزل بقى مقادير العجينه على الشاشه. العجينه دي طريقتها شبيهه جدا لعجينه ال10 دقايق، خلاص، لكن انا بس مزوده فيها شويه حاجات مغذيه. يعني عجينه ال10 دقايق حلوه جدا جدا، تمام، بس انا قلت ازود عشان لما يعني يبقى في مثلا عندنا ولاد عايزين حاجة تبقى مغذية اكتر شوية، ممكن ان احنا نزود فيها شوية مكونات غذائية. زي ايه مثلا؟ انا مزودة فيها البيض. خلاص، طيب هنبتدي واحدة واحدة نشتغل. بنحط مقدار، والمقادير بتاعتي مختلفة برضو عن 10 دقايق، بس عشان بتسأل دايما ايه الفرق ما بين 10 دقايق والعجينة بتاعتي، فهي شبيهة بس فيها مقادير مختلفة، مقادير مختلفة، وفيها البيض بيدي شوية قيمة غذائية أعلى، بس الاتنين كويسين جدا، لكن كل واحد يجرب الطريقة اللي تعجبه ويعملها، بس لازم تجربه، دايما لازم الواحد يجرب بنفسه عشان يعرف يشتغل. خلاص، يبقى هنعمل ايه؟ كوباية، مقدار كوباية فنجال، اللي هو مش مقدار كبير، يعني فنجان الشاي غير مج الشاي أو غير كوباية، بيبقى مقدار صغير، عليها معلقة واحدة من الخميرة الفورية، تمام؟ عليها معلقة واحدة كبيرة ممسوحة خميرة فورية. معانا كمان معلقة كبيرة ممسوحة سكر، بس براجع مع الورق برضو علشان ما اقولش اي حاجة مختلفة، هي طبعا انا اللي مخترعاها وكل حاجة، بس برضو عشان ابقى ماشية بالترتيب على الشاشة معاكم. خلاص، يبقى فنجان واحد من المية الدافية، عليه معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، معلقة كبيرة ممسوحة سكر. خلاص، الفنجان تقريبا 100 ملي. معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة مش باردة. معانا معلقة كبيرة لبن بودرة. معانا معلقة كبيرة خل، دي مش موجودة في العشر نصايح ولا البيض في عجينة ال10 دقايق ولا البيض. معانا دقيق حسب الاحتياج وملح وفلفل. خلاص، وهتلاقوا المكونات مختلفة، يعني مقادير مختلفة عن ال10 دقايق، بأكد تاني عشان ما تتلخبطوش ما بين الاتنين.
طيب انا بعملها ازاي بقى؟ انا بحط المية الدافية والخميرة والسكر في الاول، وبحط معاهم دقيق. ليه انا بقول دقيق؟ حسب الاحتياج، عشان كل نوع دقيق مختلف عن التاني. احنا نعمل الترتيب بس صح ونوصل للملمس الصح للعجين. هفهمكم اني ملمس اقصده عشان ايه يطلع مظبوط معاكم ان شاء الله. خلاص شايفين عامله ازاي؟ عامله زي عجينه الزلابيه تقريبا او اخف شويه. ده بغطيه بقى لمده 7 دقايق، بغطيه لمده 7 دقايق. خلاص بعد كده في مكان دافي، ويفضل في كيس نايلون عشان يتخمر حلو. بعد كده بحط بقيه المقادير، بحط الخل. الخل بيساعد جدا على تحفيز العجين انها تطلع بسرعه، تشتغل بسرعه جدا اكتر من العادي، وفي نفس الوقت هتخلي لي البيضه ملهاش اي زنخه خالص في الوصفه، لان يعني البيضه دي بتدي فايده كبيره جدا، وفي نفس الوقت بتساعد على نفخان العجين حلو جدا. يعني هي ليها فايدتين عندي، بتنفخ حلو قوي، وفي نفس الوقت بتديني قيمه غذائيه عاليه جدا. والبيضه هنا مقدارها بالنسبه للدقيق عالي، فحلو جدا. احط بقى لبن البودره مش لبن سايل، عشان لبن السايل مش بيفعل الخميره حلو زي لبن البودره. لبن البودره بيغذي الخميره احسن واسرع. بعد كده بحط الملح وبقيه الدقيق حسب الاحتياج لغايه ما تلم معايا وتبقى عجينه حلوه جدا. خلاص بنفضل اول خطوه اللي هي قبل التخمير قلبناها كويس جدا 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 جدا، وبعدين سيبناها تخمر 7 دقايق. نيجي دلوقتي بعد ما حطينا بقيه المكونات وبقيه الدقيق، ببتدي ان انا برضو اقلبها وافضل احط فيها الدقيق. شايفين تتحول معايا عجينه، افضل اعجن فيها، اعجن وازود الدقيق لغايه ما تبقى معايا عجينه حلوه جدا وملساء وطريه. ببتدي بقى عندي حلين، يا هسيبها تخمر تاني في البوله 7 دقايق، وبعدين ابتدي اشكل. وبعد التشكيل لازم، بعد التشكيل لازم نسيبها 7 دقايق متغطيه، او هاخدها دلوقتي على طول بعد ما اعجنها كويس جدا. بس لازم تتعجن فعلا كتير، حبه حلوين، اعملوها 7 دقايق برضو. خلاص بعد ما بعجنها كويس جدا ممكن على طول اشكل، بس لازم بعد ما بشكل اسيبها 7 دقايق. في كل الاحوال لازم بعد التشكيل تتخمر. يبقى ممكن نخمرها مرتين او ثلاث. اول تخميره اللي هي 7 دقايق الاولانيين، اللي هي خميره وميه وسكر 7 دقايق وتتغطى في مكان دافي. خلاص تاني تخميره اللي هي بعد التشكيل ضروريه. ممكن تخميره في النص اللي هي بقى بعد ما بعجنها كده كويس جدا اروح سايباها في البوله واسيبها. مش هينفع دلوقتي اسيبها تخمر. بصوا واحده ممكن تنفخ ما شاء الله توصل لكام، قد ايه، بتكبر جدا 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 ما شاء الله. وبعدين اخدها واشكلها واسيبها 7 دقايق. طيب اللي عايز بقى يضاعف العجين يعمل ايه؟ عشان اتسالت في الموضوع ده كتير. ينفع تضاعفوا كميه الميه من غير ما تضاعفوا اي حاجه تانية، الدقيق بس. يبقى ضاعفوا كميه الميه، ممكن بدل فنجان تعملوا كوبايه ميه دافيه، ويبقى الدقيق قصاده هتعلوه برضو عشان تبقى عجينه معاكم. بس تتضاعف مره واحده، ما تتضاعفش 3 4 مرات. خلاص يعني من الاول ممكن تعملوا كوبايه ميه دافيه وتزودوا الدقيق قصادها. عايزين تعملوها تحطوا دقيق اسمر، ينفع نص ابيض ونص اسمر في الاول الابيض، وبعدين تزودوا بايه، بالاسمر. بس ساعتها بقى لازم تطولوا فتره التخمير، لان العجينه اللي بتتعمل بالدقيق الاسمر بتاخد معانا وقت اطول كتير جدا. شايفين انا بعجنها ازاي؟ بفضل اعجنها لا يقل عن 7 دقايق، مهمه جدا. وفي الاول التقليب اللي في الاول برضو حبه حلوين كده 3 دقايق مثلا نقل. بصوا بقى، اوبا اللي في الفرن لازم يخرج، لازم حالا.
بصوا نفخ ازاي حلو، بس لونه عمل شويه باين اهو، الحمد لله لونه لسه معقول جدا الحمد لله اتلحقت. بصوا نفخين وحلوين ازاي خلاص. طيب انا بس عايزه اوريكم في ايدي انا، تعالى بس تاني يا عزه على ايدي. مهم جدا العجينه تبقى طريه كده، شايفين وفيها لزقان شويه، كل ما كانت طريه كده وفيها اللزقان ده ناجحه، هتبقى ناجحه معانا. طيب سريعا بقى عشان الحشوة، عشان نبقى قلناها برضو، احنا معانا بصله متقطعه، دي كانت حشوه الحواوشي، بصله متقطعه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، معانا بهارات مشكله، بودره بصل، معانا ممكن رشه قرفه بتدي طعم حلو قوي برده بس مش ضروري، ملح وفلفل وفلفل متقطع صغير، وللوجهه البيضه بس كده، بس كده على النار وخلاص تبقى جاهزه معانا. هنروح بقى الفاصل علشان نرجع نعمل مع بعض كيكه البرتقال. اهلا بيكم معايا بعد الفاصل. انا بسرعه عملت تاني حواوشي، دخلته الفرن واحده واتنين من اللي هم الشامي عشان عايزه اطلعهم فاتحين المره دي. طيب دلوقتي هنعمل بقى كيكه البرتقال اللي هي بالليمون اللي عجبتكم جدا الفتره اللي فاتت وطلبت مني كتير قوي تاني، هعيدها معاكم. خلاص هننزل بقى المقادير دلوقتي على الشاشه. كيكه البرتقال اللي بالليمون 3 ارباع كوبايه زيت، يعني 150 ملي. خلاص معانا كوبايه ونص من السكر، يعني 300 جرام، 3 ارباع كوبايه عصير برتقال يعني 150 ملي، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقه كبيره بشر برتقال، معلقه كبيره بشر ليمون، معلقتين كوبايتين دقيق يعني 250 جرام، ربع كوبايه نشا، وثلاث بيضات، ورشه ملح، ونص باكو بيكنج باودر. خلاص ممكن برضو الوصفه دي تعملوها بمقادير الواحد، 1 2 3 4، هتطلع بنفس النتيجه، هيبقى كوبايه زيت. خلاص انا بقول لكم اللي هي الاسهل برضو دي تنفع، والتانيه تدي نفس النتيجه، اكتبوها برضو معايا، كوبايه زيت، كوبايه عصير برتقال، كوبايتين سكر، 3 كوبايات دقيق، 4 بيضات خلاص، وعليهم نص كوباية نشا، هنزود في دي نص كوباية نشا، وبشر برتقال وبشر ليمون، وباكو بيكنج باودر ورشة ملح، هيبقى بقى عشان هي كميتها أكبر فباكو كامل بيكنج باودر ورشة ملح. خلاص يبقى كده عندكم الطريقتين وسهلين جدا. طيب هنعمل ايه؟ السكر مع عصير البرتقال مع الزيت، كل السوائل مع بعض، ومع البيض تمام، عصير الليمون، بشر الليمون وبشر البرتقال، هنضربهم مع بعض، ما ننساش رشة الملح بتدي طعم حلو جدا تمام. هنحط بعد كده معانا الدقيق، على الدقيق البيكنج باودر، وعليه النشا. النشا سألت قبل كده بيعمل ايه؟ بيخلي الكيكة قوامها أنعم، يعني إيه؟ يعني ما بيبقاش فيها الفراغات الكبيرة قوي اللي بنشوفها، فده اللي بيعمله النشا. لما نيجي نعمل الكيك ببيكنج باودر على طول بعد ما بنقلب المكونات بندخلها الفرن، ما بنستناش زي العجين يخمر، في فرق كبير جدا، خميرة غير البيكنج باودر. بيكنج باودر لازم تخش الفرن على طول، خميرة بنقعد نستنى الحاجة تخمر، ده اللي بعلمه برده للولاد عندي في المدرسه عشان يبقوا فاهمين الفرق تمام. شايفين قوامها بيبقى كده كده. خلاص عندنا قالب فاتح مدهون، الفرن نكون مسخنينه على 180 درجه قبلها ب 10 دقايق من قبل ما نشتغل، او اول ما نبتدي نشتغل نكون ايه مسخنين الفرن ونبتدي نشتغل عشان يكون توزعت الحراره كويس جدا. القالب لو فاتح بيفرق معانا كتير جدا جدا، بس كده يخش الفرن قد ايه؟ تقريبا
ساعه الا ربع. الكميه دي ما بتاخدش ممكن نص ساعه كمان عشان دي اصغر شويه، لكن اللي هي 1 1 2 3 4 دي ساعه الا ربع. خلاص القالب مقاسه تقريبا 24 في الوصفه دي، في 1 2 3 ممكن يبقى 28. هندخل ده الفرن. شايفين ما شاء الله بقى هنا، ده اللي كنت عايزه اوريه لكم، عشان كده انا اصريت اعيدها تاني معاكم. وفي الناحيه التانيه عز ولا هنا كويس؟ بصوا شايفين اللي هي اللي على اليمين دي، ده اللي الشامي، ده اللي هو الشامي عجينه حلو حادق او 7 دقايق. بصوا بتخمر ازاي وبتفتح عن بعض بشكل جميل جدا. ودي اللي هي ايه، اللي هي الحواوشي. خلاص انا هطفي اللي فوق بس عشان تعمليش لون قوي من فوق، كفايه فوق، عايزاه تاخد بس تاخد لون ذهبي حلو. طيب هنعمل بقى الحاجه اللي هنزين بيها الكيكه. عندي سكر بودره، عصير برتقان، وعصير ليمون، بحطهم كده خلاص، وببتدي انزل بسكر البودره المنخول، ضروري يكون منخول عشان ما نلاقيش كلاكيع، ممكن رشه ملح عليهم كمان. ببتدي بقى اقلب لغايه ما اخد قوام جميل كده اقدر ازين بيه الكيك. طبعا ده سكر كتير وما انصحش بيه، بس هو حلو في الزينه بصراحه، بس كسكر كتير جدا جدا. اهو القوام ده ظريف، ممكن نزود عليه شويه من السكر يبقى اتقل شويه، دي بنقدر نتحكم فيها. لقيته تقل معايا زياده اروح ايه منزله شويه عصير برتقال تاني. تمام هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي بقى اجيب الكيكه. بصوا بقى واحده عملتها بالشكل ده في القالب ده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وواحده عملتها في القالب اللي هو العادي اللي ما فيهوش فتحه من النص. دي بمقادير 1 2 3 مش وقتك خالص وتفكك. دي بمقادير 1 2 3 ودي بمقادير اللي قدامكم الاثنين على فكره واحد، بس ايه دي اللي كانت على الشاشه اقل التلت او الربع تقريبا، بس الاثنين واحد. خلاص هنبتدي بقى نزين. طلع بس اللي في الفرن بقى عشان مش عايزين يحصل تاني ايه. اهو بصوا ما شاء الله منفوخه وحلوه ازاي. دي اللي هي الايه الشامي، عايزه افتحه لكم بس عشان تشوفوها برضو من جوه. بصوا اهي، انتوا طبعا ممكن تحمصوها بقى، بصوا ممكن تحمصوها، يا تطلعوها طريه يا تحمصوها، تبقى هشه وجميله جدا. طيب نبتدي بقى ان احنا نزين. انا هنا هنزل شويه من الصوص اللي انا عاملاه ده، وابتدي بس اتحرك كده، بتبقى جميله قوي لما بتنزل من الاطراف شويه، بتبقى شكلها بتدي شكل حلو قوي. كيكه لذيذه وطعمها فعلا حلو قوي، خصوصا فيها بشر الليمون وبشر البرتقال، بتديها كده طعم حلو. واحنا داخلين على الشتاء طبعا، الشتاء الليمون والبرتقال بقى بوفره، فايه والناس بتحب جدا فعلا، انتوا بتحبوا جدا الكيك الليمون والبرتقال. عارفه بتسال، انا بعرف من الحاجات اللي لما بتسال عليها كتير. خلاص معانا دينا. الو ازيك يا دينا؟ الحمد لله. اتمني عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. على فكره والله كنت عايزه اتصل بيكي، والله ما عارفه ليه يا حبيبتي، بس بيبقى مشغول دايما، ما انت عارفه حبايبي الكتير. الحمد لله، معلش انا اسفه والله، لا عايزه اخد كل المكالمات.
والله اتفضلي. بس انا كنت بسلم عليكي بس. تسلميلي، منورالي الحلقه. قولي لي عندك اي سؤال. لا انا بس كتبت المقادير وان شاء الله هعملها واقول لك. ضروري لازم تقولي لي. حاضر. بشكرك قوي قوي على المكالمه بجد. شكرا يا حبيبتي، وبعتذر جدا على انكم بتستنوا، معلش يعني يا بيبقى انتظار علشان في مثلا ناس كتير او ببقى بخلص وصفه، يعني بيبقى كذا حاجه غصب عننا بجد. طيب هنا بقى نحط بقى شويه حركات كده، حط مثلا واحده كده ونحط مثلا يعني تبقى حركتين كده في النص مش كتير، وهنا مثلا انا بحب احط في النص كده عشان ايه. وعايزين برضو نحط من ال قصدي نحط اغرف الحواوشي دلوقتي حالا. خلاص دي نفسي اعملها حركة كمان. واحدة كمان كده. تمام. طيب نرجع ده بقى عشان افضي هنا. معنا مي. ايه الو، ازيك يا مي؟ ايه يا سيدي، ازيك؟ اهلا بيك. الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. احنا طول النهار قاعدين على سي بي سي صفر على فكره، من اول الصبح لحد ما بنستنى القعده بتاعتك. دي حاجه تسعدني جدا. اهلا بيك، اتفضلي. ايه عايزه اخد رايك بس يا سيدي في موضوع الوزن بسرعه. انا طول عمري وزني 57 كيلو. ايوه. وانا طولي 157. ايوه ما شاء الله على بالمسطره يعني. بس انا مش بحب اكون رفيعه قوي، يعني انا كنت بحلم اوصل 60 كيلو. اه انت عايزه تزيدي يعني وزنا؟ إيه لا، ما هو انا بعد الجواز والولاده بقيت دلوقتي 4. يا ربي ما سمعتش السؤال. اه طيب ايه السؤال بقى؟ بقت بعد الولادة 64. طيب ايه السؤال يا ولاء؟ لا مش سامعة. اه عايزة تنزل. طيب اتفرجي على حلقة العشر نصايح. بصي لو عايزة تنزلي اتفرجي على حلقة العشر نصايح، تنفع للايه؟ للناس اللي ولدوا، تنفع للناس اللي حامل، تنفع للناس اللي بترضع. بس اهم حاجة تسألوا الدكتور. اللي عايز يزيد يتفرج على حلقة العشر نصايح لإيه بقى؟ للنحاف، لزيادة الوزن. دي إن شاء الله يوم الأربع الجاي بإذن الله، يوم الأربع الجاي. تمام. دي كده الإيه، الحواوشي هحطه قدامنا هنا، نحطه هنا، لا نحطه هنا. وهنا هحط لكم بقى العيش الشامي الجميل ده. طبعا انا ما كنتش لحقت برضو ان انا اسيبه يعني ينفخ معانا قبل ما ادخله الفرن، فايه في منه نفخ وفي لا، فضروري لازم تسيبوه ينفخ قبل دخول الفرن علشان ايه يبقى واخد النفخه الصح. دي بس احطها عشان نشوفها. وبكده خلصنا. احنا عملنا ايه النهارده؟ عملنا مع بعض عجينه حلو حادق الفوريه، عجينة السبع دقايق، وقلنا الفرق ما بينها وما بين عجينة العشر دقايق، وعملنا منها الحواوشي، عملنا منها الشامي مش للعشر نصايح خالص، عملنا كمان مخلل الليفت البيتي. لازم تجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا، وزي ما قلت ايه ملوع عشان دي كانت كبيرة شوية، والكيك البرتقال بالليمون اللي كان نفسكم فيه وان شاء الله يعجبكم. بس ارجوكم لليوم الفري بس، علشان ايه زي ما انتوا عارفين بقى الحاجات دي بتطخن جدا، بس حلوه جدا. اشوفكوا على خير، الاعاده 8 بالليل و8 الصبح، واشوفكوا بكره على الهوا ان شاء الله. باي باي.
Thank you.